هاي نسرين، هاي سيدتي، أهلا وسهلا فيكم. تعالوا get ready with me كرمال مهرجان الجونة السينمائي. Let's do it. هل إطلالتك على أي أساس؟ الحقيقة أنا كل سنة بختار إطلالاتي بكير كتير، يعني بحب أنه أنا أكون جاهزة من على وقت، هيك الواحد بيكون جاهز وباله مرتاح ورايق وبينزل على الريد كاربت. عموما بتحطي مكياج كامل كل يوم ولا ممكن تحطي حاجه بسيطه؟ لا ما بحط ميك اب كل يوم، بس ممكن اذا عندي مشوار ومستعجله يا دوب بحط كونسيلر، يعني بحط ميك اب كثير بسيط، كونسيلر بلاش اللي هو المكياج اليومي تبع النهار. لا بس فول ميك اب اكيد مش كل يوم لانه بتتعب بشكل. ايه اللي اتغير في لبسك وشكلك قبل الشهره وبعد الشهره؟ صرت اكثر خبره، بعرف شو بدي اكثر، واكيد مثل ما قلت لك اختي ساعدتني لانه هي طبعا خبيره بهذا المجال، عندها خبره طويله. لو عندك ايفنت مهم بتاخدي وقت قد ايه تحضري قبلها؟ ما باخذ وقت كثير طويل، يعني بضيق خلقي اصلا اذا اخذت وقت طويل. عمرو دياب كان بيقول قدام مرايتها تتدلع براحتها، وكالعاده البنات بيتاخروا. لا انا مع رفقاتي مواعيدي هيك وهيك، مو دائما بتكون مزبوطة، بس اذا في مواعيد شغل اكيد بتكون شارب وبيجي على الوقت وانضباط، يعني ما في مزح بمواضيع الشغل. نسرين، هي مقياس الجمال دايما عند البنات، هل في وصفه طبيعيه ممكن تنصحي بها البنات سواء العنايه بشعرهم او بشرتهم؟ انه يستخدموا على قد ما بيقدروا مواد طبيعيه. نسرين، اختاري رقم من 1 ل 7، وحسب رقم اللي هتختاريه هنقول لك الكارت بتاعك بيقول ايه. اختاري رقم من 1 ل 7. 7. اكله بتعدل مودك؟ ملوخيه. مزاجك اغلب الوقت بيكون ايه؟ رايقه هاديه. ايه الاغنيه الترند اللي مسمعها في ودنك لحد دلوقتي؟ انا بحب بوسي قوي جدا، ليها اغنيه هي ومسلم حلوه بتاعت انا بابا انا ماما، وفي اغنيه نصيب زيتون يا سيدي انسى يلي راح ماضي. حاجه بتنكد عليكي في ثانيه؟ الوقاحه، انه يبقى الانسان وقح، والغباء. هلا بس بقيان علي اعمل شعراتي البس الدريس وبشوفكم على الريد كاربت. باي.